المنتخب العراقي يمتلك أسلوبا متطورا للعب يتميز بالسرعة، وبغض النظر عن النتيجة فإن المباراة كانت مهمة من الناحية التحضيرية للأولمبياد. المنتخب كان منافس مليح، وإحنا رانا هنا كنا إحنا قمنا بتحضيرات، وهاد المباراة ما تكون مقياس، خاطش مام التحضيرات تاع كأس إفريقيا كانت كاع هزائم. احنا ان شاء الله دوك نديروا اللي علينا ان شاء الله باش تكون هذه التحضيرات ايجابيه ان شاء الله، وباش نشرفوا الالوان الوطنيه في البرازيل ان شاء الله. كيما قلت لك المباراه كانت صعيبه، خاصه رانا نبذلوا مجهودات كبيره في التدريبات ورانا نخدموا بكوتيديان، مي كيما يقول لك كاين زوج، كاين السلبيات وكاين الايجابيات. ان شاء الله كيما يقول لك نصحوا الاخطاء تاعنا باش نكونوا واجدين المقابله الثانيه ان شاء الله. المنتخب العراقي وين تلقينا الاهداف من بلاريتي ان شاء الله نصحوهم باش يكونوا واجدين للمقابله الثانيه. يعني المباريات التجريبيه هي لمعرفه الاخطاء التكتيكيه اللي اقصد بها، الاخطاء الفرديه ممكن تكون وارده، واعتقد انه الهدفين اللي جان، يعني الهدف الاول به اخطاء تكتيكيه، لكن الهدف الثاني جاء من خطا فردي، فما يعنيني الاخطاء الفرديه او النتيجه بقد ما يعني تعنينا الحاله العامه للفريق والحاله التنظيميه والخططيه.